خلينا ناخد المخرج والمبدع ايضا صديقنا محمد حفظي اللي معانا بيكلمنا من اتينا. محمد مساء الخير. اهلا اهلا استاذ خالد، ازيك؟ يعني سلامي لضيوفك الاعزاء اللي كنت نفسي اشوفهم النهارده، استاذ الهام واستاذ هاله، سلامي ليكم كلكم، وان شاء الله تكون يعني حلقه مثيره. وانا بشكرك يا خالد على انك فتحت الملف ده، واكيد كل المبدعين الصراحه يعني مهتمين بالموضوع ده، عشان كده حاسس في تفاعل كبير جدا مع الوسط السينمائي والوسط الثقافي بشكل عام. يعني محمد كمنتج وكمؤلف المشكله فين؟ عشان نبقى سمعنا كل الاصوات، اين تكمن المشكله بين الرقيب وبين الابداع؟ بص، هو بدون شك احنا يمكن الفتره السنوات اللي فاتت كانت سنوات يعني ابتداء من 2011 والسنوات اللي بعدها كان في فتره عدم استقرار، فانا كان يعني متفهم ان كان ممكن يبقى في فتره الدنيا اتغيرت فيها عن زمان، لكن احنا دلوقتي اعتقد ان في رغبه حقيقيه يعني من كل المبدعين ان يبقى في حوار مفتوح في الموضوع ده اللي انت بداته، واتمنى الحوار ده يعني يطلع بنتائج. وعشان يطلع بنتائج انا شايف ان لازم يبقى في اليه واضحه بالنسبه للمبدعين، يعني ان هم ازاي يتعاملوا مع ملف الرقابه. يعني فكره انا سمعت تجربه هاله طبعا، وسمعت تجارب ناس كتير، وانا نفسي عندي تجارب يعني، وكلنا على فكره مقدرين ان في ضغط كبير على الرقيب، وكلنا متفاهمين ان الرقيب شخص برضه بيواجه ضغوط من جهات معينه، من الشارع، من السوشيال ميديا، من المؤسسات، نقابات احيانا اللي ممكن تغضيك او ترفع عليك قضيه مجرد لانك مثلا جيت احد ينتمي اليهم لكن طلع بشكل غير سوي مثلا. فكل دي ضغوط انا متفهمها جدا، لكن في نفس الوقت احنا علينا برضه ضغوط كمبدعين، كلنا عايزين نطلع افكار، نناقش مشاكل حقيقيه ونناقش مواضيع تهم الناس. فالحل اعتقد ان يبقى فيه اليه واضحه، يعني فكره المعايير اللي احنا بنتكلم عنها تبقى معايير مش مطاطه، تبقى معايير شويه، القوانين اللي بتحكم الرقابه تبقى قوانين يعني تقصد مزيد من تحديد المعايير في القبول والرفض. ايوه، ولما الرفض يعني المهم يبقى في رفض. انت عارف ساعات احنا المشكله ان احنا كفنانين او كمذيعين حتى لما يعني في افلام ما انا عارف انها دخلت وقعدت فتره ما طلعتش، ده لسبب ان ممكن يكون الرقيب هو مثلا مش قادر ياخد، مش قادر ياخد قرار في الفيلم ده، او في ظروف معينه مخليه الموضوع يطول. لكن كل ما يكون في اليه كل ده هيسهل على المشاهدين ان هم يتعاملوا ازاي مع الموضوع ده، وان يبقى في مساحه للحوار، يعني مساحه ان احنا نتناقش، وان احنا على فكره كلنا بنتعاون. يعني انا شخصيا احد المنتجين اللي بنتعاون كتير قوي مع دكتور خالد عبد الجليل في السنوات الاخيره، كان في حاجات ممكن بيبقى عنده وجهه نظر فيها انا بسمعها، بتكلم مع المخرج، بتكلم مع الكاتب، وبنعمل تعديلات، واحيانا هو برضه بيسمع وبيبقى في مساحه من النقاش. لكن احنا محتاجين مش بس اكثر يعني يبقى في نقاش اكثر، بس في اليه واضحه ان ايه المعايير اللي احنا يعني المفروض نلتزم بيها، لان احيانا حتى السيناريو ممكن ياخد قبول وبعدين يجي الفيلم نفسه تلاقي ان الفيلم نفسه عليه ملاحظات غير اللي كانت موجوده في السيناريو الاول. فاحنا كمنتجين ازاي نواجه حاجه طيب زي كده؟ بعد المعايير محتاجين ايه تاني؟ ايه تاني خطوات ممكن تتخذ؟ استاذه الهام دعت الى حوار بين المثقفين والمبدعين وبين متخذ القرار، قالوا ان احنا عايزين نحط مواصفات معينه لشخصيه الرقيب، قالوا ان احنا عايزين ما يبقاش في بعد من مشاكلنا والا صناعه السينما كلها مهدده. ايه تاني انت شايفه؟ هو مبدئيا لازم كلنا ندرك اهميه الموضوع ده، ان احنا فعلا الابداع بتاعنا يعني السينما لما نشوف الافلام المصريه، انا طبعا يعني الاساتذه اللي قاعدين معاك هم بيسافروا بيروحوا مهرجانات دوليه وبيحضروا مهرجانات، احنا فعلا الفتره اللي فاتت الفيلم المصري متاثر جدا وجوده في المهرجانات الدوليه، واتوقع ان جزء من ده يمكن بسبب الناس خايفه تناقش مواضيع معينه، او ان في مساحه من الحريه يمكن مش موجوده عشان مناقشه مواضيع معينه. فانا حاسس ان الموضوع هو فعلا مش هيتحل الا لما يكون في اراده سياسيه حقيقيه، ان احنا هل احنا عايزين نفتح الدنيا شويه. احنا طبعا دلوقتي في وضع انا اتوقع ان احنا اكثر استقرارا، شايف ان في مساحه ان احنا نتكلم في مشاكل حقيقيه، بس الموضوع محتاج حوار ومحتاج اليات واضحه. يعني فانا مؤيد جدا فكره يعني ان يبقى في مساحه نقاش مع مش بس الرقيب على فكره، لان انا بيتهيألي الرقيب هو مش شخص بيتحرك بحريه كامله، لان هو زي ما قلت لحضرتك وعليه ضغوط كبيره من جهات مختلفه، منها جهات الغير رسميه زي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت مسموعه جدا في مصر اليومين دول،
وبيتعمل لها حساب، والمشكله انك استحاله ترضى كل الاذواق وكل الاطراف. تمام. فمهما عملت هيبقى في ناس ضد وفي ناس مع، فهل احنا هنبقى عايزين نتجاوز ده ولا هنفضل مهزوزين شويه وهنفضل خايفين من ردود الافعال على السوشيال ميديا مثلا؟ تمام محمد، انا بدعوك ان انت تصغ لنا مقترح، انت راجل كاتب وبرضه لك فكرك، مقترح في صوره نقاط كده، واحنا برضه مستمرين في مناقشه هذا الموضوع الهام ان شاء الله. اشكرك استاذ، شكرا محمد، شكرا جزيلا.